استقبل معبر رفح البري عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات اليوم إلى 51 شاحنة. في الأثناء تتعمد قوات الاحتلال اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. من أمام الطرق القادمة من مطار العريش الدولي تصطف هذه الشاحنات التي تقدر بأكثر من 1260 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والمشتقات البترولية لتنطلق في محطتها الأولى من مدينة العريش وتحديدا في المنطقة اللوجستية إلى مدينة رفح. احنا هنا بقالنا شهرين محملين دواء وما احناش عارفين هنمشي امتى ولا هننزل امتى وقاعدين اهو. أنا محمل فراخ مجمدة بقالي النهاردة 45 يوم سليم، كل يوم يقول لك بكرة بكرة روح المعبر يفتح بكرة يفتح بعده، وإحنا قاعدين أهو خدت بالك، وهنا عجل ما شاء الله يطلع أكتر من 2000 عربية يعني خدت بالك، في بيخش عجل وفي بيرجع تاني وكده يعني. هذه الصورة عمرها عشرات الأيام لاصطفاف الشاحنات بامتداد الطرق المؤدية من مدينة العريش إلى الشيخ زويد ومن ثم إلى مدينة رفح. هذه الشاحنات المصطفى يقف أمامها عائق كبير، وهو قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكثير من الإجراءات التعسفية والتفتيشية وأيضا الرفض والإغلاق في أحيان كثيرة لاستقبال هذه المساعدات، مما يعيق ويعمق من جراح وألام الانتظار لدى الكثير من السائقين. بقالي 70 يوم محمل ميه من السعوديه، ميه معدنيه جايه من مدينه شارع التفريعه، حاليا بقالنا 70 يوم مستنيين التنسيق من الهلال الاحمر والتنسيق ما بيجيش، كل شويه اقول لك بكره بعد الاسبوع الجاي الشهر الجاي. انا من يوم 6/6 ان شاء الله لحد دلوقتي مفيش تعتيقات والعربيات كلها واقفه هنا، وزي ما حضرتك شايف كده عشت السواد طبعا معروفه، والعربيات برضو اتهانت وباظت والمشمعات وفي كراتين باظت. نتحدث أيضا عن أكثر من 10,000 مريض يحتاجون إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج خارج القطاع. نتحدث أيضا بشكل كبير عن الموقف والمشهد الأكثر ألم وقسوة، هو استمرار القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة والكثيفة في مناطق كثيرة من الجنوب والوسط والغرب، ونحن منذ الصباح وخلال الأيام السابقة نرصد ونشاهد العديد من تصاعد الأدخنة وأيضا سماع لدو انفجارات بشكل مستمر على مدار اليوم. هذا أدى إلى سقوط الكثير من والمزيد من الشهداء الذين تجاوزت أعدادهم أكثر من 40,000 شهيد و90,000 مصاب منذ اندلاع هذه الحرب. كل هذه الأسباب وأيضا مناطق الإخلاء الكبيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء الكثير من المناطق والتي تجاوزت 86% من مساحة غزة، كل هذه الأسباب أكدت على ضرورة حاجة القطاع إلى المساعدات الإنسانية ورحلة الإغاثة الخاصة بهذه الشاحنات داخل قطاع غزة. هذا هو المشهد، وأعود إليكم.